السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، احنا في السوق الأسبوعي بحد ولاد عبدون بخريبكة، واللي ما عرفاش كاينة في المملكة المغربية، هالخيرة تنوري والرجال المغربية والناس مالي المدن الكبرى في المملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. عيالة رجال بنات ولاد، اليوم 7 في الشهر 5 2023، هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين. هذا عبد الرحمن كما تشوفوا، البريح دي من اللحمه حمراء وزينه كما تشوفوا معنا، بحد ولاد عبدون بخريبكة. شحال الخيرات سي عبد الرحمن؟ خيرات 1600. 1600 عبد الرحمن، وني شي حاجه ما نهضروش عليها تنوريوها لجميع المشاهدين. شديتيني انت انا ولا لا؟ اياها انت مازال تتهضر. مرحبا مرحبا. هذا مول الطربوش الاحمر تاكل في حد ولاد عبدون بخريبكة. الخيرة تنوريوها الجالية المغربية والناس مال المدن الكبرى في المملكة المغربية. وكل مشاهد قناة زيتون مرجان والناس اللي مولفين أسواق الأسبوعية في المملكة المغربية، أهلا بكم. مول الطربوش الأحمر عندو الحانوت تاكو في مدينة خريبكة. ديما المليح الغلميد والبكري كي تشوفوا معنا. شحال السي هشام اليوم؟ 80 درهم أخويا. 80 درهم، والغلمي شحال؟ 1700. واللي بغا كوتلي شحال؟ 90 درهم. 90 درهم. هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين. ومال بن خيران أخويا؟ شكون مهزين هنايا؟ هذا شويه العربي مخصوص، شويه مخصوص بالفلوس. لا هذا موجوده. تنحيي جميع المشاهدين. لا ديما اللحمه حمراء وزينه عند الطربوش الاحمر هنايا بحد ولاد عبدون بخريبكة. هشام عرفنا. الحاج محمد وتلماطي معروف هنا ما تيفصل لا اللحم لا والو، اللي جاتي يعطيه معروف الناس هنايا. معروف الحباب تاعنا كما تشوفوا. وشحال الحاج محمد اليوم هاد الخيرات؟ 80 درهم السيدي. 80 درهم درتوها؟ كاينه تبيع انا بوحدي 80 درهم؟ لا كاينه هوك هوك بجوج. هوك هوك راك عارف. اللي راه فيها خدمه والسلعه راه فيها سلعه. كاينه. الحمد لله الوالدين، الانسان راه خاصو يعرف اش يدير. كاينه. كاين 2 كيلو من الخرده يبيعها نص كيلو من المير ويمشي يمشيها لك. مرحبا مرحبا. نص كيلو من الصباح. ياك الحاج. انا كنقول فيها. كما سمعتوا الحاج قال لنا فعلا كاينين هادو ويني هما معروفين هنا بشي حاجه اللي زينه ورفيعه. كما تشوفوا يخدموا الضروبه ولا العجل وشي حاجه ممتازه تنوريوها جميع المشاهدين قناه الزيتون مرجان. والحباب تاعنا في المكان ما تيفصل لا الحمل والو، اللي جات يعطي. السؤال وين ما تقرتي ما تنعبرش، شتك عامر اليوم؟ عامر جات من 2 كيلو كنت واحد العبد ب 15 و 20. ماشي 15؟ مامو نفس تعبر اخويا. هذا روتين ود العميري وعندو الحانوت في مدينة خريبكة. الغلمي والبقري وتا الماعز شتو عندك اليوم؟ الماعز غادي القاعة. اللي هي عند الحاج صالح. هذا الخيرات في حد ولاد عبدون؟ خريبكة. وحد ولاد عبدون؟ هنا اللحم 1500 اللي في السوق. في الحانوت 14 ريال. وعلاش هنا في السوق؟ الهيجا وش يجيبوا عندنا الحانوت ما عندهمش كارين. 15 ريال.
ياك الله ما عليك خبز والغلميه شحال غدير مسيره انتو الحانوت في المسيره والغلميه شحال تبيع اهلايا 17 و المعز غادي يبيع القاعه عند الحاج صالح القاعه راجل ديال الفلاح تنحي جميع المشاهدين قناه الزيتون المرجان والحباب تونا داخل الوطن او خارجه صلى الله عليه وسلم شحال محيرين في المعز؟ شحال قلتي لهذا السيد خود؟ هذا قلنا له 90 واخا ما كاين بس ما عليكش ما عليكش اللي جانا حبيب الله حيدنا له 100 درهم هذا عنز ياك اسي عنزو من الغابه ديال اولاد محمد من الغابه من الغابه اولاد محمد العشوب هذا سيدي كنتي سارحي تما كاسي لا كنمشي نقلب عليهم قلدين الناس ما عليكش على ذاك اللي عالف قال لك بحال كنا الغلمي ياك بين ديال السرح مرحبا وهاد البقري بشحال بعتيه؟ البقري 80 درهم العجل هذا العجل 80 درهم شوف اخويا شحال بغيتي شحال؟ كيلو هذا ولد الفقري هنا لمين تاع السبت الفقراء الغلمي والبقري والخيرات موجودة شحال الخيرات اليوم؟ شحال؟ بقري ولا غلمي 75 غلمي 85 وهاد اللحمه الحمراء هادي 15 ما عليكش هذا الامين تاع السبت الفقراء راس الضرافات يخدم شي حاجه البكري بحال الغلمي تبارك الله الخيرات تنوريوها جميع المشاهدين المختار هنايا ابو الامين تاع حد ولاد عبدون بخريفكا تبارك الله على السي المختار ياك بخير ناشف الله يحفظك الاحوال الله يحفظك ويبارك فيك. شحال السي المختار هاد الخيرات؟ 15 خويا. عند 1500 ودين طابع. جود هاد الخيرات تاع حد ولاد عبدون بخريبكه. تبارك الله اللحمه زينه وكما تشوفوا معنا تنوريوها لجميع المشاهدين قناه الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن هذا المختار راجل درافات وراجل فقير. تبارك الله على الشريف. الله يبارك فيك. هذا ابو شعيب تبقى صاحبنا هنايا في حد ولاد عبدون بخريبكه. كي تشوف الخيرات تبارك الله تاعت تخدم ضروبات وعجوله منقين شي حاجه رفيعه ممتازه تنوريوها جميع المشاهدين قناه الزيتون المرجان الحباب تونا في المكان اهلا بكم شحال السي ابو شعيب هاد الخيرات 16 خير 16 100 قاعد اتفقتوا عليها والمليح والغلميه شحال 1700 كي تيقول لنا اللحم 80 درهم اللحم نقي كما تشوفوا معنا لا شحمه لا والو الخيرات تنوريها جميع المشاهدين قناه الزيتون المرجان والحباب تونا في المكان 650 السي ابو شعيب شتك خادم اليوم تنتقى ليا وهاد اها وصلنا لينا في هذا الراجل السي ابو شعيب ايوا خلي يتسال راه خلي يتسال صاحبنا هذاك صديق القناه هذاك اييه تا هو وصلنا لينا فيه يعز الله يعز وليد الله الله يدل شحال هاشم 15 هذا هاشم ود مخزر تا هو شحال قلتي لك 15 واللحمه حمراء وزينه كما تشوفوا معنا في حد ولاد عبدون بخريبكه تنوريوها ديما المملكه المغربيه ديما 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 السلام عليكم جي عند ولد عمك مرحبا ايوا مالي اي 16 فينا الناس هذا الحسين ولد عمي راجل مخير راجل زين هنايا في حد ولاد عبدون بخريبكه يكون في الاربعة الكفاف ويكون في السبت تاع الفقراء ياك هاد باقي تمشي الواتساب ولا لا الله يجعل صافي شابتري الحوسي راه درافات راه جلسي شحال اليوم تبيع الحوسي 15 100 تبارك الله عليك الحوسي الله يسهل ثلاثة ما يدير على اللي بغيت ايوا كل نهار ونهار كله على حسب ياك بخير بعدا الله يحفظك شحال الخيرات اليوم 15 15 كاينه 15 و16 وتهلا لينا بسلك 14
شحال؟ 14 كاين. فين كاين؟ اها ما تيقش فيهم.